السلام عليكم. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، سنة وحضرتك بخير. وأنت طيب وأنت بعافية. احنا بنحبك في الله. انا بطلت السجاير يعني بسبب حضرتك. الحمد لله، الله يديم علينا وعليك نعمه وطاعته يا رب. الله يجعلنا وإياك سامعين مطيعين له يا رب. سؤال بعد اذن حضرتك. تفضل. انا زوجتي متزوج 10 سنوات الحمد لله. وبعد الحمد لله. هي كانت في يعني كانت معاها كلية تمريض وكانت بتشتغل، طيب بس انا اصرت ان هي تجلس في البيت يعني، طيب والحمد لله ربنا كرمني ومكفي البيت وكله تمام. لك الحمد يا ربي. دلوقتي بعد 10 سنوات عايز ترجع الشغل. عندكم أولاد طبعا. انا 3 اولاد وكلهم ما شاء الله يعني بيحفظوا القرآن، وهي ما شاء الله بتحفظه. هل كانت اشترطت عليك عند العمل عند الزواج أن تعمل؟ انا اللي اشترطت عليها اننا بعد الزواج سوف تجلس في البيت، ووافقت على هذا الشرط. ووافقت على هذا الشرط، ف بس ابيها ما كانش موافق. لا، ما هي نفسها وافقت على هذا الشرط؟ هي نفسها وافقت على هذا الشرط. الان تقول لي ان انا اريد ان اعود للعمل. طب هل نقصك شيء يا بنت الحلال؟ لا، انا بس يعني تحسين مستوى الدخل والكلام اللي حضرتك عارفه ده. لا أوافقها، بل أوافقك أنت. انا بس عشان الأصل والله الأصل أنها تسمع وتطيع للزوج في المعروف. الأصل أن الزوجة تسمع وتطيع للزوج في المعروف، وأنت ما أمرتها بمعصية الله، إنما تأمرها بشيء فيه تقرب إلى الله وفيه سير على هدي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقرن في بيوتكن. والله انا فأنت قلت والله موفق، سعالج الأمور برفق. بعدين خروجها يعرضها للخطر، هناك ذئاب في العمل، ذئاب بشرية في العمل، والعياذ بالله. يتحنن إليها شخص كالحمل الوديع إلى أن يفجر بها، عياذا بالله. جزاك الله خير. هي الآن تسمعك. أقول لها كذا محافظة عليك، أنا لا أعرفك ولا أعرفها، لكن محافظة عليها وعلى دينها وعلى إيمانها أن تبقى في البيت ما دامت من فضل الله مكفولة مستريحة، لأن في أول الأمر قد تعجب بالفلوس التي ستأتيها، وبعد ذلك تجد معاناة في دينها إن كانت دينة. نعم، جيدة ومنتقبة وما شاء الله. والله يعني الله يبارك لك فيها ويبارك لها فيك. آمين يا السلام رب. عليكم ورحمة جزاكم الله وبركاته. وإياكم.